نعم، معظم الملحدين في البلاد العربية الحاد سياسي شعور بالظلم وشعور بخيبة الأمل، ملحدين لأنه وشعور بخيبة الأمل من الطروحات الفقه الديني الموروث. بينما الإلحاد الحقيقي هو بيكون واحد دارس فلسفة ودارس علوم ودارس كذا وعم يبحث في أسئلة الفلسفة الكبرى، قد يصل إلى الإلحاد وقد يصل إلى لا يلحد. أما الإلحاد السائع هو إلحاد خيبة أمل من الطروحات كلها الموجودة، وخيبة أمل من رجال الدين، وخيبة أمل من الحكام بشكل عام. هاي هي هذا اللي عم أقول أنا، أنه معظم الإلحاد هو سببه اجتماعي سياسي مو سببه فكري بحت. يعني أنا ما قابلت ملحدين يعني إلحاد فكري بحت إلا واحد أو اثنين اللي قابلتهم بعمري.